انت شو عملت؟ بدي اعرف علي اللي حبت. اسمع منيح. تتذكر كنت واقف مع صاحبك زينو بمطعم فينيكس، كان في طفلة قاعدة على الطاولة لحالها وانت عم تطلع فيها تضحك لها، مدبلها بعيونك، تعمل لها حركات. والله ما انا بالي يقول لي وش كانت لابسه. بالك تفكر كريم، عشان انا نطلع نورمال. وش كانت لابسه؟ هلا رح خليك تتذكر كثير منيح. انا انت بتعرف انه هاي البنت كانت خطيبتي؟ ليش عم تطلع فيها؟ ليش كنت عم تطلع فيها؟ قل لي ليه؟ خلاص خلاص، درت لنا حي حياه كبيره اليوم ما كان والو. كريم صدقني غير تقرعه بيك بالخدامين توا. انتبه شو عم يطلع من تمك، انتبه شو عم تحكي. احنا معلقك من اجريك واسلخك حي هون، عم تفهم؟ بفهم 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 كريم، ان شاء الله تكون عم تفهم. اخفي صوتك. ولا صوت بالدسم بلك، ولا صوت ولا صوت. الو، ايه مدام ياسمين. شكون كريم؟ كريم شكون ياسمين؟ مدام ياسمين اللي بتشتغل عندها بالمطعم. كون والله يقولها تقول لك بين الاسم. لا قولي له مدام ياسمين على عيالك. خلاص ايه مدام. اوكي مدام. وش قلت لك؟ انت يا صبي الله بيحبك انك تحت حماية المدام ياسمين، ولا ما كنت بتطلع من هون عايش. خليني اروح، خليني اروح كريم. فكوا يا شباب، خلي يزحط من هون كريم. مين فكوني؟ تاخذ رايي غير زيد خمم في خطيبتك. بنت لي مشي شاب انا كي غدرت فيها. من قال لك اني ما بعرف؟ هل هلا فاميليا؟ بالعقل بالعقل. يدي يدي يما ما توقعي على بالك. المهم الله يعاونكم في الاجرام اللي راكم ديروا فيه.